ينطلق على بركة الله وتوفيقه. شوط الختام، ختام أشواطنا لهذا الصباح، هو الشوط السادس عشر المخصص لسن الحقائق الإنتاج للإنتاج والمنتجين. نبدأ على بركة الله، نبدأ مع الصدارة، مع المقدمة. هنا كان عبيد بن علي بن عبيد بن حمد السناري من يقدم لنا كان ثاني المراكز، ثاني التحديات. هنا عوايد راشد بن علي بن راشد بن بعيهان النابت من يقدم لنا عوايد، ثالث المراكز، ثالث التحديات. هنا زاهية صالح بن حنظل الطلاب ألف هيدي من يقدم لنا زاهية، رابع المراكز، رابع التحديات. هنا قمره كليفيخ بن سعد بن ناصر بن كليفيخ العتيبي خامسا. هنا من يصلنا على المركز الخامس، هنا من تصلنا، هنا غيوم عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي من يصلنا على خامس المراكز. الله الله الله، ختمنا نداءنا الأول لكي نعود وننطلق ونبدأ مع الصدارة. من تتقدم كون عبيد بن علي بن عبيد بن حمد السناري من يقدم لنا كون مع الصدارة الأولى مع المقدمة. الله الله الله، ثاني المراكز من تصلنا وتتقدم. هنا عوايد راشد بن علي بن راشد بن بعيهان النابت من يقدم لنا عوايد، ثالث المراكز. هناك الغزيل حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد المسعود من يقدم لنا الغزيل رابعا. هنا رابعا، هنا الجفالي من يقدم لنا غيوم مع المركز الرابع، عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي خامسا. هناك زاهية صالح بن حنظل الطلاب الفهيدي مع المركز الخامس. الله الله الله، نعود مع التغييرات التي جرت مع مقدمة الشوط. هناك الغزيل، هناك الغزيل حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد المسعود مع الصدارة، مع الغزيل. يلا يا بن مسعود يا راعي الغزيل مع الصدارة، مع البداية. حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد المسعود بينما ثاني المراكز. هناك كون، هنا السناري مع كون عبيد بن علي بن عبيد بن حمد السناري ثالث المراكز. هناك خيوم عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي. لكن الله الله الله، أقلعت الله الله، أقلعت الغزيل حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد المسعود. الله الله، الغزيل مع الصدارة، مع البداية. سلام يا بن مسعود، سلام سلام الغزيل، سلام مع شوط الختام، شوط الانتاج. هنيالك هنيالك يا بن مسعود على هذه النوعية النادرة النادرة، مثل الغزيل. سلام.
قام الغزي السلام قامت تقلع بتباعد المسافة مع المركز الأول الغزيل حمد بن سعيد بن حمد بن سعيد المسعود. يا ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض على هذا الأداء المتميز والرنان من قبل الغزيل. الله سلام يا بلزي وحسلام على هذا العرض الممتاز والجميل. سلام الغزيل سلام سلام بلزي وحسلام. من يقدم لنا الغزيل حمد بن سعيد آل زيوح المري ثاني المراكز من تصلنا على ثاني المراكز. هنا غيوم عبد الله بن راشد بن سيف الجفال النعيمي ثالث المراكز. تهانينا والناموس لمالك الغزيل على هذا العرض والآداء المتميز والجميل.